هنبدأ بسلطة المكرونة بالتونة. اوبا، دي بناكلها بالوايت صوص، بناكلها بالطماطم، لا لا لا، هناكلها سلطة النهاردة. معانا مكرونة في يونكا، نجيبها شكلها حلو كده، ودي موجودة في أي محل بتاع السوبر ماركت، بتتسلق وتبقى موجودة عندنا. مكرونة في يونكا، طب مش موجود في يونكا، جيبي أي نوع أنت حباه، بس الحاجات دي بيحبوها الأولاد ويبقى شكلها حلو في السلطات، أهي موجودة معانا أهي. ومعانا تونة، معانا شوية بقدونس حلوين، شوية زعتر، عصير ليمون، زيت زيتون. طب يفضل يا شيف مغازي المكرونة تبرد؟ اه ممكن نبردها شوية زي ما هي كده، زي ما انا شغال كده اهو، تبريد عادي كده. ولكن نصيحة، اوعي تحطيها تحت الحوض او تحت الحنفية بتاعة المية وتحط عليها مية ساعة، لا خالص، زي ما هي كده تبريد كده، ونحط عليها زيت وتبرد واحنا شغالين مع بعض. هي دي الشطارة يا ست الكل. اه زيت زيتون كده وهي سخنة، تقوم المكرونة تاخد طعم زيت الزيتون. ركزي في الحتة اللي جاية دي كمان، هو ده كمان، والبهارات بتاعتنا اهو، والمكرونة سخنة اهو، شوية البابريكا. الله، أنا أول مرة أشوف مكرونة تتعمل بالشكل ده كده. ونحط عليها كمان شوية كزبرة والفلفل والملح وشوية الزعتر الحلوين وهي سخنة. اه طب ليه يا عم الشيف وهي سخنة؟ المكرونة وهي سخنة بتبقى في حالة تعطش للتوابل، وخاصة لو احنا مش حاطين عليها توابل وهي فين في النار، احنا حطينا زيت زيتون كالعادة وحطينا شوية ملح ومية مغلية وسلقناها. حلو الكلام ده، فلفل اسود مجروش شوية، انا بحبه دايما بيبقى فريش وطازة. ونقلب المكرونة الجميلة الحلوة دي كده اهي. الله، ده هي كده تتاكل سلطة لوحدها من غير اي حاجة. انا بجود بقى، احط لها شوية تونة، ممكن تعملها بالجمبري بنزيدك انت وجيبك بقى، ممكن تعملها بالفراخ، عندك صدر فرخة، باقي من رمضان، احنا لسه طبعا يعني خير رمضان في المطبخ. اه هتلاقي شوية سمبوسة، شوية فراخ، شوية لحمة مفرومة. ومع ان انا قايل الكلام ده قبل ما يبدأ العيد، قلت نعمل عملية هندلة للمطبخ وبلاش نشتري حاجات في العشرة الاواخر. وطبعا عندنا الحاجات البسيطة، المكرونة لونها اتغير، اه طعمها اتغير، اه شكل الفيونكا خدت اللون الحلو زي فيونكة العريس. اه اهي شايفها اهي، حلو حلو قوي. فيونكة العريس بتبقى بيضة عادي، ممكن تبقى باللون ده عادي مفيش مشكلة، يعني تبقى بامبي 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 بامبي. حلو قوي، معانا تونة، تعالوا بقى نشوف نعملها مع بعض ازاي ونقفل السلطة دي. أهم حاجة أحط التوابل على المكرونة وهي سخنة. ليه تاني؟ علشان المكرونة تشرب من التوابل. حلو الكلام، سريعا يعني اهو في البايركس ده كده، هننزل بالمكرونة الحلوة دي كده. الله اهي، والله لا تقولي لي بقى مكرونة بالوايت صوص ولا مكرونة بالطماطم ولا مكرونة بالبشاميل ولا الحاجات دي خالص. هناخد التونة وانا لازم التونة ديت تتحط كده وتتفرك بالايد بالشكل ده كده، حلو قوي. وزي ما هي كده يا عم الشيف، عندي شويه بقدونس مفرومين ناعم كده، وبلاش عروق البقدونس من فضلك في السلطه، خاصه السلطه زي اللي معايا دي كده. ليه بقى؟ كل حاجه فيها طريه، يعني كل حاجه هتلاقيها طريه تحت اسنانك. تخيل لما تكون طريه وتتفاجئ بقى ان في حاجات ايه خشنه، زي عرق البقدونس، عرق النعناع، عرق الكزبره. السنس والحاجات التركية دي مطلوبة، ده بلاشه، العروق دي بلاشها خالص. اه بشيلها كده على جنب طبيعي، وافرم ورق البقدونس. ولو انت اشطر مني بقى وعندك صبر، امسكي البقدونس ده خديه ورقة ورقة زي اخواننا الشوام واللبنانيين كده، لما يجوا يعملوا تبولة يمسكوا البقدونس ده يورقوه ورقة ورقة كأنك بتاخد النعناع منها ويفرموه بالسكينة. اه شفتي ورق البقدونس؟ هو ده، والبقدونس مفيد جدا. هناخد البقدونس اللي اتفرم ده كده، اه بس اوعي طبعا تحطي البقدونس على المكرونه وهي سخنه، هي سود منك، فلازم تحطيها على المكرونه زي ما انا شغال كده وهي ايه زي الفل. طيب حطينا ايه؟ تمام، فص توم. الله حلو، عصره ليمون، دي سلطه دلوقتي بنحولها لسلطه. فين الليمون يا شباب؟ هاتوا لي الليمون من فضلكم. حلو الكلام، عايز ليمون. طيب معانا كمان بصل اخضر اهو، حلو. واحنا طبعا
طالعين بقى بنشم النسيم والبصل الاخضر والرنجه والفسيخ، فهتلاقي البصل الاخضر ده متوفر. شفتي بقى فرمه البصل الاخضر دي كده في قلب المكرونه دي، هتاخدها في مكان تاني خالص. سنه سبايسي منه كده بتطلع زي الفل، وخاصه العروق بتاعته اللطيفه. هنقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف، كل ده مع بعض. الله. ايه رايك في طبق السلطه ده يا شفيق؟ بالله عليك، احنا متعودين ناكلها بالبشاميل. نقلب كل ده. جميله والله. جربي بقى كلها كده. والتونه لازم تكون ناعمه، ما تبقاش خشنه، يعني تفرميها بالسكينه. لو انت جايبه علبه قطع سليمه زي اللي بتتباع في اي محل بتاع سوبر ماركت، انت جيبيها ناعمه. طب جبتيها قطع سليمه عادي، خديها تحت السكينه او تحت الشوكه وهرسيها جامد كده. طبق السلطه جاهز. حلوه تمام، والله ما قصرت يا شيف. تعالوا نغرفها مع بعض عشان نشوف شكل حلو. اطباق السلطه دايما بقول هي لوحه فنيه، فرصه ليكي يا ست الكل تطلعي المهاره الفنيه فيها. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني عامله سلطه، عامله طبق حلو، طريقه الغرف مهمه جدا. عندك سرفيس زي ده كده بتاع سمك، ايه المشكله لما تحطها فيه؟ بما ان التونه اسماك اهو، وشكلها على السفره هيبقى حلو قوي على فكره، هيلفت الانظار للضيوف بتوعك. الله. والفيونكا في قلب الطبق اهي، اللهم صل على النبي. حلو قوي، هي مش محتاجه حاجه. الله، شفت طبق السلطه؟ شايفه شكله وجماله؟ حلو قوي يا عم الشيف. وناخد ده كده، تسلم ايدك، واعمل تركايه حلوه كده. الشغل بقى اللي هو بتاع الايه؟ البرزنتيشن العالي. العب يا سمك. شفت السلطه؟ لطيفه. ايه رايك؟ حاجه حلوه كده. طبق سلطه بسيط وسهل، تفاصيله صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد.